عندنا تجربة لطيفة لواحدة من القرى المصرية، قرية اسمها البزايسة في الشرقية. وإيه؟ دي معمولة في السبعينات. الدكتور صلاح. دكتور صلاح عرفة. دكتور صلاح عرفة. فهو معانا دلوقتي على التليفون دكتور صلاح عرفة أستاذ الفيزياء. أهلا وسهلا يا دكتور، منور. أهلا بيكم وسعيد بإن أنا أستمع إلى الخبراء في عملية تطبيق الطاقة الشمسية، لأن هناك أساليب كثيرة ومبتكرة محتاجين ان احنا نتعرف عليها ونعرف الناس عليها ونتعاون في صنفه. طيب دكتور، وانا يعني اتشرفت قبل كده بلقاء حضرتك، لو تدينا يعني احنا بنشوف انتوا ازاي نجحتوا في التجربه دي كده باختصار لو تقول لنا. نعم، ازاي نجحتوا في تجربه القريه دي كلها وامكانيه تطبيق نفس اللي انتوا عملتوه ده في قرى تانيه، لو تقول لنا باختصار من فضلك. الأساس يا فندم أنه لابد من بناء الثقة، وأيضا من التعاون، وأيضا من إيجاد التسهيلات. يعني هقول لحضرتك بسهولة وببساطة شديدة أن احنا لما ابتدينا في القرية واتكلمنا على الاحتياجات كتيرة عشان تعملها وتطلب دعم من الحكومة ولا من القطاع الخاص ولا مش عارف ايه عشان يعمل كل حاجة ومن الاول للاخر، مش موجودة ومش موجودة ومش هتتوجد. انما اللي احنا بنقوله يا فندم انه لو تعاونت، وده اذكر حضرتك واذكر السادة المستمعين ان احنا بنتكلم على انه هناك ما يسمى بالمثلث الذهبي، اللي هو الحكومة، القطاع الخاص، القطاع المدني، لابد انهم يتعاونوا ويتشاركوا في حل المشاكل، انما ما فيش حد لوحده هيقدر يعمل. والنقطة المهمة قوي انه الناس عايزة تاخد ثقة في نفسها وتاخد ثقة في اللي بيساعدها. دي كانت البداية في قرية البسايسة. احنا ما جبناش تمويل من حد، احنا ما جبناش حاجة من برة، احنا جبنا كل حاجة موجودة بس بتسهيلات وبطرق اللي احنا بنسميها الطرق التعاونية، اللي المفروض يبقى فيها نوع من التكامل وايضا التعاون المثمر. كم واحد بيستفيد تقريبا من التجربة دي؟ القرية. نعم، القرية كلها بتستفيد من التجربة دي كلها طبعا. انا مش سامع حضرتك كويس. طيب انا بشكر حضرتك يا دكتور صلاح، نورتنا، شكرا جزيلا.